واصل الهلال الأحمر الكويتي مد يد العون للأشقاء في جمهورية لبنان إثر حادث انفجار مرفأ بيروت تزامنا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني. المساعدات احتوت على مواد طبية وإغاثية للمتضررين من هذا الحادث لتخفيف وطأة هول الفاجعة على الشعب اللبناني الشقيق. في اليوم العالمي للعمل الإنساني يتذكر العالم إجلال العاملين في هذا المجال، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي لها بصماتها في الإنسانية، حيث تطبق ميدانيا توجيهات سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، لتجول على المناطق الأكثر تضررا من انفجار مرفأ بيروت من أجل تقديم كافة المستلزمات الطبية والغذائية وتوزيع المواد المعقمة على المواطنين لمواجهة تداعيات كورونا في لبنان. تستمر جمعية الهلال الأحمر الكويتي بتوزيع المساهمات والهدايات إلى الشعب اللبناني الشقيق. نقوم بتوصيل هذه المساهمات يدا بيد إلى مستحقيها إن شاء الله، ومستمرين في العطاء الإنساني عبر هذه الأنشطة الإنسانية، سواء من خلال توزيع المساهمات الإنسانية. المواطنون اللبنانيون يعربون عن امتنانهم لدولة الكويت مركز العمل الإنساني ولقائد العمل الإنساني حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه أسماء التحيات. الله يوفقكم، ونحن منحبكم بدون ما تودوا لنا شيء، وحلمي شوف بلدكم، وبصلي لكم بالصحة والعافية، وشكرا على كل شيء. انا بقدرهم وبدي لهم كل تحيه لاهل الكويت، عم يمد ايدهم للشعب اللبناني بالشغل بالاعانات، يعني بكل شيء، على السراء وعلى الضراء، والله يخلي هالمحبه بين دوله الكويت والدوله اللبنانيه. الايادي البيضاء تستحق من العالم الاحتفاء بانسانيتها، ودوله الكويت ترسخ تعاليم الانسانيه لاسراعها بتلبيه نداء المتضررين وتثبيت العلاقات الوطيده بينها وبين لبنان الشقيق. جمعية الهلال الأحمر الكويتي تواصل عملها الميداني الأغاثي لدعم شريحة أكبر من المتضررين جراء الانفجار. مريم حموي، تلفزيون دولة الكويت، بيروت.